نشاط مجلس الوزراء لم يتوقف عند هذا الحد، بل التقى محلب وفد مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاول التشييد والبناء، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة صرف مستحقات شركات المقاولات، وبحث الطرفان أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت. ووجه سيادته بتوقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد المقاولون المصريين وجهاز التفتيش والبناء بوزارة الإسكان من أجل ضبط مستوى الأداء بقطاع البناء والتشييد والارتقاء بمستوى الجودة في تنفيذ الأعمال الجارية. لقاءات متعددة ونقاشات مستمرة للوصول لحل جذري لمشاكل تراكمت على مدار سنوات. ربما كلمات محلب عند توليه رئاسة الحكومة بأننا لا نمتلك رفاهية الوقت تترجمها لقاءاته المتعددة والمختلفة، فأهمية الفترة الحالية أنها تؤسس لأجيال قادمة، وكل خطوة لابد وأن تكون في الاتجاه الصحيح وسط تكاتف شعبي وضمير وطني من أجل مستقبل مصر والأجيال القادمة. من مقر مجلس الوزراء، حمد العربي، التلفزيون المصري.